مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا إلى استعراض التفاصيل في عملية اقتحام مخيم الفوار. ينضم أيان عبر خط الهاتف مصعب شاور صحفي من الخليل. مصعب صباح الخير. صباح الخير. صباحك بالخير. يعني قوات الاحتلال انسحبت من مخيم الفوار بعد عملية اعتقالات واسعة واقتحام استمر لأكثر من 13 ساعة، ما التفاصيل مصعب؟ نعم، ساعات فجر الأمس بدأت قوات الاحتلال باقتحام مخيم الفوار إلى جنوب من مدينة الخليل. الجدير ذكره بأن المخيم يعاني الحصار منذ 7 من أكتوبر وإغلاق مداخله بشكل كامل، وهذه الإغلاقات والحواجز تعرقل حركة الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال زاد بوتيرة هذه العرقلة باقتحامه بأعداد كبيرة من الجنود، والذي كما تحدثنا بدأ منذ ساعات الفجر واستمر حتى ساعات المساء. استمر هذا الاقتحام لأكثر من 13 ساعة وسجل خلاله اعتقال نحو 50 فلسطينيا، وخلال هذه الساعات قامت قوات الاحتلال بمداهمة عدة منازل وتحطيم محتوياتها، وكان هناك شهادات لفلسطينيين بسرقة أو إبلاغ عن سرقة يعني مصوغات ذهبية وأيضا النقود خلال اقتحامات قوات الاحتلال لهذه المنازل بحجة إجراء تفتيشات داخلها. مصعب، يعني عدد غير مسبوق خلال عملية اقتحام واحدة، عملية اعتقالات واسعة، 50 مواطن كما ذكرت، هل تم الإفراج عن عدد منهم فيما بعد أو فيما بعد انتهاء هذا الاقتحام أم لا زالوا تحت عملية الاعتقال؟ نعم، أفرج عن غالبيتهم في ساعات مساء الأمس أو حتى منتصف ساعات هذه الليلة الماضية، وأبقي على عدد آخر معتقل حتى اللحظة لا أسماء ولا أعداد مؤكدة بشكل كامل، فهناك خربطات حتى من الجهات الرسمية التي تتابع بين الحينة والفينة والأخرى، عفوا يتم الإفراج عن أسير ويتحدثون عن عملية الاعتقال كيف كانت وكيف جرى من ممارسات ضدهم وبحقهم من تعذيب وضرب وإهانات، وهذا أيضا ما شاهدناه من مقاطع مصورة بالفيديو خرجت من داخل المخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال الذي استمر لساعات كما تحدث. تمام. يعني مصعب، ليس فقط مخيم الفوار يعاني من هذه الاقتحامات والحصار، إنما أيضا كمحافظة الخليل من أسابيع يمارس عليها أو يمارس جيش الاحتلال الحصار لها بإغلاق عدد من المداخل، بتضييق الخناق على طلبة المدارس أثناء الذهاب إلى مدارسهم. كيف يبدو الوضع من الخليل بالفترة الأخيرة مصعب؟ يعني الخليل هي يعني اتفاقية الخليل المعقدة، لربما هي اتفاقية أوسلو المصغرة. اتفاقية الخليل تختلف عن باقي مدن الضفة الغربية. قسمت الخليل H1 تابع للسيطرة الفلسطينية وH2 للسيطرة الإسرائيلية، وهنا بدأت تتفاقم هذه المعاناة بوضع حواجز داخلية داخل المدينة، ويعني إيجاد بعض المناطق تسمى المناطق المغلقة، مثال تلرميدا وشارع الشهداء والسهلة جوار المسجد الإبراهيمي وحارة السلامة وحارة غيث وأيضا وادي النصارى وحارة جابر وعدة مناطق واسعة. تأوي هذه المناطق آلاف الفلسطينيين، أصبحوا يعيشون داخل سجن مصغر في داخل هذه المدينة، وكما تحدثنا يصعب عليهم التنقل إلا من خلال هذه الحواجز التي تعرقل حركة مرورهم، وهناك كان تسجيل عدة اعتداءات على هذه الحواجز بحجة التفتيش والاعتقال والاحتجاز، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وحتى لربما الأطفال الذين كانوا يودوا الذهاب في المدارس في يومهم الأول من عودة هذه أو بداية هذه السنة الدراسية، وجدوا بأن الاحتلال قد هاجم هذه المدارس خلال العطلة الصيفية ووضع حواجز جديدة على مداخل هذه المدرسة. الخليل تعاني منذ 7 أكتوبر كما باقي محافظات الوطن، ولكن زادت في الأسبوعين الماضيين بعد عملية عصيون وأيضا عملية ترقومية. عملية عصيون أدت إلى تفجير وتفخيخ مركبتين، وأيضا ترقومية إلى إطلاق النار على
مركبة للشرطة الإسرائيلية أدت إلى مقتل 3 أفراد، ومن ثم أتت قوات الاحتلال وضع حواجز داخلية أيضا في مدينة الخليل التي كما تحدثنا هي في الأصل مقسمة ومغلقة بشكل محكم منذ سنوات عدة، وبدأ هذا الإحكام بالتشديد والخناق على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، إلا أن وضع الحواجز داخل المدينة أدى فعليا إلى تقسيم ما هو مقسم منذ سنوات طوال. مصعب، يوم أمس كان في هناك زيارة لوزيري السياحة والثقافة والاجتماع مع محافظ الخليل لمناقشة سبل تعزيز هذين القطاعين من حيث الثقافة والسياحة، ما أو كيف يبدو هذا الجانب تحديدا بالفترة الأخيرة من جانب السياحة، وكيف يبدو الإقبال وأيضا سهولة الوصول والخروج من الخليل بشكل عام بكل مناطقها؟ يعني كما يعلم الجميع بأن المسجد الإبراهيمي هو من أهم المعالم الإسلامية والفلسطينية هنا، يتواجد في الخليل ويصل إليه السواح وخاصة قسم السياحة الإسلامية بشكل كبير. بعد المسجد الأقصى يصلون هنا إلى المسجد الإبراهيمي وزيارته وزيارة البلدة القديمة، إلا أن هذه المبادرة جاءت في ضمن حملة جذور التي أطلقتها وزارة السياحة والثقافة وأيضا لجنة إعمار الخليل وفعاليات ومؤسسات الخليل في محاولة لإحياء ما فقد به الحياة. البلدة القديمة فقدت بها الحياة منذ 7 أكتوبر بشكل كامل، رغم المعاناة التي يعيشونها من قبل، إلا أن من 7 أكتوبر لم يصل إلى المنطقة البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي ربما إلى عدد قليل من السواح، ويعتقد أصحاب المحل التجارية والمهتمين بهذا الشأن بأن هذه السياحة هي تعتبر داخلية، بأن من وصلوا إلى هذه المنطقة هم بالأصل مقيمون في فلسطين سواء في القدس أو الداخل المحتل أو في الضفة الغربية، ووصلوا إلى هنا كسياحة داخلية، ولا يعتقدون بأن من وصلوا إلى هنا هم سياحة خارجية قد أتوا من خارج البلاد في هذه الفترة وخاصة ما بعد 7 أكتوبر. وهي هذه المحاولات هي كانت في افتتاح وزيارة متحف البلدة القديمة وأيضا إلى مكتبة عبير، هي المكتبة الثقافية الأولى من نوعها التي أنشئت ووجدت في البلدة القديمة، وأيضا إلى مرسم سونيا قنيبي هذه الفنانة التي أيضا ترسم وتوثق اللوحات الفلسطينية والتي يعني تعطي بانطباع لإيصال الرسالة الفلسطينية كما الجهات أو كما قيل بأن ريشة فنان أو حتى لربما جهات أخرى توثق هذه الرسالة. مصعب شاور صحفي من الخليل، كل الشكر لك، وأكيد تحية صباحية مرفقة لكافة أهلنا في محافظة الخليل، وإن شاء الله تكون مع الأيام القادمة هناك انفراجات ويكون الحال أفضل لكم ولنا. فيما يخص الحال، يعني الحمد لله رب العالمين، حاليا من هذه المتابعة الميدانية من